اهلا وسهلا بيكم اعزائي الكرام في حلقه جديده من برنامجكم رمضان في مصر، ولسه مكملين معاكم رحلتنا. ومعانا النهارده من محافظه المنيا الاستاذ عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عبد الله، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. اهلا وسهلا بحضراتكم كل الساده المستمعين، كل سنه وحضراتكم بخير وسعاده، وربنا يا رب يدعنا دايما الايام دي بكل هنا وسرور وخير على كل الامه الاسلاميه يا رب ان شاء الله والعربيه. في بداية حواري مع حضرتك حابة أتعرف عليك أكتر، عايزة أعرف الاسم والسن ومستوى التعليم. مع حضراتكم عبد الله عبد الرحمن احمد، 30 سنه، ليسانس اداب قسم فلسفه جامعه بني سويف. ايه مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في محافظة المنيا؟ مظاهر الاحتفال عندنا بشهر رمضان المبارك يمكن يعني بتبدا قبل الشهر الكريم بشهر او بعشرين يوم، بتبقى مختلفه. يعني مثلا بتلاقي الاطفال بيجهزوا زينه رمضان وبيفضلوا طبعا ان هم يعملوها كمان بنفسهم، ورق بقى واشكال جميله. يعني طبعا الناس بتحضر بقى افران الكنافه البلدي، هو طبعا عند رمضان شهر الصيام لكن الناس بتعتبره شهر الطعام، فبيجهزوا بقى خزين رمضان ان صح القول، فوانيس بقى للاطفال، الكبار بيجيبوا مثلا زينه بقى بعيدا عن الاطفال بيعملوها طبعا، وفي اللي بيجيب عقد نور وحاجات زي كده. لا كتير المظاهر، يمكن أنا يعني مش حاضرة في بالي كلها دلوقتي، لكن بتحس إن رمضان فعلا لما بتبدأ تصلي أول ركعة في صلاة التراويح. أول يوم في شهر رمضان، إيه هي العادات والتقاليد اللي بتحرصوا عليها دايما إن هي تكون موجودة عندكم أول يوم في شهر رمضان في محافظة المنيا؟ بالنسبة للعادات والتقاليد اللي احنا بنحرص عليها خصوصا في أول يوم رمضان، اللمة، الإفطار مع العيلة. يعني رغم مثلا انت دلوقتي كل واحد له بيته او كل واحد في مكان بعيد او هكذا، بس اول يوم رمضان لا لازم نكون مع بعض مهما كانت المشاغل مهما كانت الظروف، لكن اول يوم رمضان يعني شبه شيء اساسي ان احنا نفطر مع بعض كعيلة. طيب هل في عادة معينة بتحرصوا عليها في محافظة المنيا ان هي تكون موجودة دايما في رمضان دون عن باقي محافظات مصر؟ والله بالنسبة لعادة تتميز بها محافظة المنيا، يعني يمكن أنا طبعا مش عارف إذا كانت بتتميز بها المنيا ولا لأ دون عن غيرها من المحافظات، لكن من الحاجات الجميلة اللي احنا بنحرص عليها الخروج والاعتكاف. طبعا الاعتكاف ده سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا وبعض الناس يعني بنعتبر العشر الأواخر دول اعتكاف ودعوة. يعني أنت بتعتكف ماشي، بس اعتكاف وقتي مش طول الوقت، وبتخرج بقى برضه تدعو الناس وتعرفهم امور دينهم وهكذا. ده بيكون في معظم ايام السنه مميز اكتر او مقبول اكتر او في جهد اكبر في العشر الاواخر من شهر رمضان. يعني فكره الدعوه والاعتكاف دي طبعا كلنا عارفين ان الاجر بيكون يعني بفضل سبحانه وتعالى مضاعف خصوصا في شهر رمضان المبارك. يعني ربنا يا رب يتقبل منا جميعا صالح الاعمال ويهدينا دايما لصالح الاعمال ويصرف عنا سيئه. ايه هي اشهى الاكلات اللي بتكون موجودة على سفرتكم في محافظة المنيا في شهر رمضان؟ والله بالنسبة لأشهر أكلات يعني لا الأكل كتير الأكل كتير ومفيش حاجة مميزة أقدر أتكلم عنها، لكن ممكن نتكلم عن الحلويات. يعني الكنافة والقطايف، والقطايف بالذات. والمشروبات اللي موجودة برضو على السفرة في شهر رمضان؟ بالنسبة للمشروبات لا، يعني هو رغم إن أنت ممكن تشرب أي حاجة في أي وقت طول السنة، لكن إنك تشرب الكاكاو أو السحلب في شهر رمضان بالذات بيقرا طعم تاني. حتى كان في بعض الناس يقول لك في غير رمضان تقول له اتفضل اشرب كاكاو، يقول لك ليه احنا في رمضان، فاللي هو ارتبطت الحاجات دي في اذهان الناس بشهر رمضان. طبعا بقى فضلا عن الحاجات بقى المعروفه اللي هي قمر الدين او بقيه الحاجات التانية، لكن افضل المشروبات السخنه. بالنسبة بقى للعيد،
امتى بتبتدوا تحضروا لاحتفالات العيد؟ بالنسبة للاحتفالات بالعيد يمكن من 15 رمضان الناس بقى تبتدي تجهز اللي يجيب لبسه واللي يجيب حاجة العيد وهكذا، يعني من أول لما الرؤية تظهر ونعرف مثلا إن بكرة العيد أو بعد بكرة العيد، ليلة العيد بقى يعني تكبير وزيارات، ناس بقى طبعا بيجهزوا اللبس الجديد، هو بيبقى موجود عندهم بس بيجهزوه بقى ونحاول إن احنا نشوف الناس اللي ما قابلناهمش من زمان نقابلهم تاني عشان نفرحهم ونتجمع مع بعضينا، يعني بتبقى لما أجمل ما في العيد صلاة العيد، يعتبر العيد أصلا صلاة العيد، يعني قبل كده وبعد كده بيبقى زيارات، بنزور بعضينا ونسلم على بعضينا ونهني بعضينا بالعيد، طبعا تكبير بقى من ليلة العيد لغاية بقى آخر يوم العيد. بالنسبة لفريق فرسان، ايه هي احب الاعمال لحضرتك اللي بتتابعها في فريق فرسان؟ والله أعمال فرسان يعني جميلة، وأتمنى إن ربنا يكرمكم كده وتوصلوا لأكبر عدد ممكن من الناس بأعمال هادفة. أنا بحب الأعمال الدينية أكتر اللي بتقدم هنا والتقنية كمان. كلمة توجهها لفريق فرسان تحب تقول لهم ايه في نهاية حوارنا؟ أقول لفريق فرسان احرصوا دايما دايما على اللي ينفع الناس في دنياهم ودينهم، طبعا احرصوا دايما إنكم تقدموا صدقة جارية، وابعدوا عن أي شيء ممكن يكون صدقة جارية لإبليس، أي شيء أي شيء بمعنى الكلمة، سواء في أعمال مسجلة أو أعمال مباشرة أو أي حاجة، دايما نخلي أعمالنا دي تبقى شاهدة لنا لا علينا. شكرا لحضرتك، وكل سنة وانت بألف خير، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. أنا اتشرفت بلقائي بحضراتكم، وأتمنى يا رب أكون كنت ضيف خفيف عليكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في مصر. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.